أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام عبد الجندي أن المؤتمر برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح كان وما زال وسيظل حريصا على العلاقات اليمنية السعودية، مؤكدا أن علاقة المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبد الله صالح مع المملكة العربية السعودية هي علاقة أخوية وطيدة لا تربطها المصالح. ونفى الجندي ما زعمته بعض وسائل الإعلام من مهاجمته للمملكة، مشيرا إلى أنه ظل في كل مؤتمراته الصحفية مدافعا عن العلاقات اليمنية السعودية، وأن ما نصبوا العداء للمملكة وقياداتها في خطبهم وأحاديثهم ووسائل إعلامهم معروفون وهم من سبق وأن أدرجتهم المملكة في قائمة الإرهاب، ونصح من أسماهم المهزومين والمرجفين بعدم البحث عن علاقة مع المملكة على حساب الإساءة إلى الآخرين واختلاق الأكاذيب عليهم. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الجندي الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني. مساء الخير أستاذ عبده. مساء الخير والعافية. أستاذي العزيز، لماذا تقوم بعض وسائل الإعلام بنسب تصريحات لكم ضد المملكة العربية السعودية؟ هؤلاء يعتقدوا وهم بالتأكيد على خطأ إنهم قد استطاعوا حتى الآن أن يلبسوا تهمة سقوط صنعاء بيد أنصار الله على الزعيم علي عبد الله صالح وعلى المؤتمر الشعبي العام. نعم. وبالتالي يحاول الاستفادة مما تروج له بعض القنوات، خصوصا القناة العربية المحسوبة على المملكة العربية السعودية، للبحث عن أدلة تؤكد صحة ما ذهبوا إليه من تقديم للمعلومات الخاطئة والكاذبة التي تحمل الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق أكبر مما لديه من الإمكانيات. نعم. فبالتأكيد ما حدث لصنعاء حدث في معظم المحافظات اليمنية، واللجان الشعبية التي يعني نزلت إلى الشوارع هي لجان تابعة لأنصار الله، والمؤتمر الشعبي العام هو حزب سياسي وبالتالي لا يمتلك ميليشيات ولا يمكنه فعلا ولا يؤيد هذه الحروب والصراعات المذهبية والطائفية التي يروج لها جماعة التجمع اليمني للإصلاح. نعم. التجمع اليمني للإصلاح هم الذين استفزوا الحروب في أكثر من مكان، وهم الذين دخلوا في مواجهات اقحموا فيها الدولة، وبالتأكيد كان اللواء علي محسن هو الذي قاد هذه الحرب، وكانت فعلا يعني الهزيمة غير مصورة، يعني غير جاءت بطريقة مفاجئة للجميع، ولذلك فعلا يبحثوا عن أدلة تؤكد صحة تدهور العلاقات، يعني يحملوا الرئيس علي عبد الله صالح أكثر مما يحتمل ويلقوا على المؤتمر بمسؤولية سقوط العاصمة. المؤتمر الشعبي العام فعلا حريص على العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهو اتجاه وسطي ومعتدل، وتعامل مع المملكة خلال فترة حكمه ما يقرب من 33 عام، وحتى الآن لا زال رئيس الجمهورية هو النائب الأول وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. وكما قلنا إن الحزب أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن يمتلك ميليشيات حزبية، واعتماده فعلا في الحكم كان على المؤسسة العسكرية ولا زال، وبالتالي فليس هناك أي مواقف عدائية تجاه المملكة العربية السعودية. وعندما ينسبون مثل هذه التصريحات فهؤلاء فعلا يبحثوا عن أدلة تؤكد صحة ما ذهبوا إليه، لأن المملكة العربية السعودية دولة عريقة ودولة ضاربة بذورها في أعماق الشعب، ولديها من المؤسسات ولديها من الوسائل ما يمكنها فعلا من معرفة صحة المعلومات الكاذبة من عدمها، يعني لا يأخذون طيب أستاذ بتصريحات عبده، عادية. نعم. برأيك هل هناك هدف ترمي منه بعض الأطراف لتشويه العلاقات اليمنية السعودية وخاصة العلاقات بين المؤتمر والمملكة؟ أولا العلاقات بين المؤتمر والمملكة العربية السعودية كانت من خلال المؤتمر الشعبي العام نعم ورئيسه وعندما كان رئيسا للدولة، وأيضا هي الآن قائمة من خلال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وهو رئيس الدولة أيضا. فبالتأكيد هذه العلاقة يعني لن تؤثر عليها مثل هذه المحاولات التي تستهدف فعلا
ضرب العلاقة في هذه الظروف الهامة والصعبة التي تمر بها اليمن، والتي يحتاج فعلا للكل أن يلتفوا حول القيادة ويؤازروها ويدعموها للوصول فعلا إلى تحقيق ما يجب تحقيقه من أمن واستقرار. وبالتأكيد حتى أنصار الله لا أعتقد فعلا بأنهم يخططوا لإيذاء الجيران، لأن المصلحة اليمنية هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الدول المجاورة، واليمن تعتبر عمق استراتيجي للدول وكذلك الدول المجاورة، والكل هنا في اليمن يحرص على علاقة طيبة مع الجيران، نعم وخصوصا أن الجيران يقفوا إلى جانب اليمن ويقدموا الدعم والمساندة، وليس هناك جهة دولية فعلا تقدم لليمن أكثر مما تقدم له المملكة العربية السعودية. أستاذ أنا في عبد كل مؤتمراتي وفي كل مواقفي وتصريحاتي نعم يعني لا يمكن أن يعني هناك خطوط حمراء يعني أمامي كناطق رسمي، إن العلاقة مع المملكة العربية السعودية لا تمسها بسوء وتدافع عنها. وأنا أيضا يعني لقناعاتي الشخصية إنه ليس بمصلحة الشعب اليمني أن ندخل في معتركات سياسية أو خلافات سياسية مع أشقائنا وجيراننا الذي نحتاجهم ويحتاجون لنا والمصالح تبعنا، وعلى هؤلاء فعلا أن يعودوا، لأنه الإخوان المسلمين يعني كانت المملكة العربية السعودية قد أدرجتهم ضمن التنظيمات الإرهابية، وهم يحاولوا اليوم يعني أن يؤكدوا بأنهم ليسوا كذلك وأنهم يقفوا دائما بالخط المدافع عن خط المملكة، لكن نحن نفرق بين علاقتنا بهؤلاء وعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية. وأي نظام حكم يعني في اليمن لا يحتاج فعلا إلا إلى علاقة آمنة وهادئة ومستقرة مع الجيران وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وكافة الدول الخليجية. أستاذ عبدو الجندي الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.